السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. انا النهاردة جاية لكم بفكرة صغيرة هنعملها مع بعض، من قطعة قماش متبقية عندي. ده شكل قطعة القماش بتاعتي، ودي شكل او قطعة قماش سادة. هنعمل منها غلاف او جريب للمصحف او لأي كتاب عندنا عايزين نغيره من شكله او نحافظ عليه. نعمل ايه؟ هنبدأ نحط القماش على المصحف بتاعي او الكتاب بتاعي بالطريقة دي، وهنسيب 2 سنتي من كل جنب. يعني احنا من الاربع جوانب هنسيب 2 سنتي، وهنبدأ نقص بالطريقة دي. انا كده خلص قصيت القماش بتاعي، قصيت القماشين مع بعض المشجر والسادة، وهشيل المصحف بتاعي على جنب، وهبدأ اقص الجناب بتاعة المصحف. الغلاف ده بدخله في جنبين، هبدأ اقصهم معاكم دلوقتي بالطريقة دي. هبدأ اجيب المتر بتاعي واقيس الغلاف بتاع الكتاب من فوق عرضه كام. انا طلع عنده عرضه هنا 14 سنتي، لو قسمناه على 2 هيبقى 7 سنتي. هنزود 2 سنتي او سنتي للخياطة، وتاني القطعة دي على المكنة، وكمان طوله 20 سنتي. هزود 2 سنتي هيبقى 22 سنتي. هبدأ اجيب القماش المشجر واقيس عليه المقاسات بتاعتي. اخد الجنبين بتوعي اللي انا قصيتهم معاكم، هتنيهم على المكان على تانية في تانية صغيرة كده، جنب اليمين وجنب الشمال. انا خلاص تنيت هنا الجنبين، ابدا اثبتهم على قطعه القماش المشجره على الوش في الوش بالطريقه دي، واحط الدبابيس. عندي كمان هجيب قطعه من الاستيك، الاستيك الرفيع اللي عرضه بيكون، هبدا اخد قطعه من الاستيك كده طولها 22 سنتي، واثبتها في نص القطعه ناحيه اليمين،
وابدا احط عليها القماش الساده اللي هو هيبقى البطانه بتاعه الجراب بتاعي، هبدا اثبته كده او اظبطه على القماش المشجر بتاعي. طبعا الوش في الوش، كل حاجه بشتغلها بتبقى الوش في الوش. وبعد كده هبدا اقفل الاربع جوانب على المكنه، وانا بقفل على المكنه هسيب جزء اقلب منه القماش بتاعي. طبعا انا هنا بشيل الدبابيس عشان ما يكسر ليش الابره بتاعه الخياطه وانا بخيط، ما الابره بتاعه المكنه وانا بخيط. هخيط الاربع جوانب وارجع لكم اوريكم شكله بعد ما خلص. وده شكل الجراب بعد ما خلص، ده من جوه وده من بره، ده شكله حلو جدا. يارب يكون عجبكم. وده واحد تاني انا عاملاه المصحف صغير، كان في حد من متابعيني طلب مني اعمل جراب للمصحف الصغير، انا عملته له اهو. يارب يكون بيتفرج عليا. وده استك بنقفله بيه المصحف كده بالطريقة دي، او اي كتاب احنا هنعمله له الغلاف بتاعنا. شكله حلو جدا وبيحافظ على الكتاب بتاعنا او المصحف بتاعنا. يارب الفيديو يكون عجبكم. انا عملت ايه بقى بعد ما خلصت الخياطات الجراب بتاعي؟ قلبته وبدأت اديته من الاربع جوانب خط خياطة رفيع، وقفلت المكان اللي قلبت منه الجراب بالطريقة دي. هو ده بس اللي عملته بعد ما خلصت بعد ما قلبته. ده الشكل النهائي، يا رب يكون شكله عجبكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتكتبوا كومنت حلو زيكم، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.